صح الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن أو لا يرد الطيب. الحديث لفظه في سلاسة لا ترد: الدهن واللبن والوسادة، هذا معلول، لكن معلول لا يصح. لكن ثبت أن النبي عليه السلام قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه طيب الريح خفيف المحمل. خلاص؟ نعم. واحد يديك هدية طيب خذها ماشي. شكرا شكرا. الله يسلمك.